هنا مساج التايوجا للرقبة وللرأس، وهنا تقوم بالضغط للكتف. لاحظوا وضعية الرقبة، ترفع الرأس للأعلى إذا أردت أن تمسك بالأعصاب أكثر أكثر. كل ما رفعت الرأس إلى الأعلى تحس أنك يعني العضلات ما خلف الرقبة تحسها مرتخية أكثر، ويحس من تعمل له مساج يحس براحة. لاحظ الطريقة، تقوم بالضغط على العضلات الموجودة أسفل الرقبة. إذا نزلت الرأس راح تكون العضلات مشدودة، إذا رفعت الرأس إلى أعلى كل ما رفعت راح تكون العضلات مرتخية أكثر وتعطي شعور بالراحة أكثر. الآن تقوم بالضغط على الرأس، تهميز يعني بأطراف الأصابع، هذا تهميز بأطراف الأصابع للرأس ولفلوت الرأس يعطي شعور بالراحة في الجبهة. الآن لاحظوا طريقة الضغط بأطراف الأصابع في الجبهة. الآن تقوم بالتحريك برفق هذه الطريقة. لاحظوا طريقة الضغط على الجبهة، ركزوا على هالطريقة. فوق الحواجب توجد هنا شرايين وأوردة، الضغط عليها يعطي شعور بالراحة. الشرايين التي تغذي العين، توجد هنا شرايين التي عميقة كبيرة وأوردة توصل للشعر للرأس، تمر ما بين الحواجب. لاحظ طريقة الضغط على الشرايين الموجودة فوق الجفن أسفل الفكين. الآن هذه حركات سريعة، كل ما أنتوا تلاحظوا الطريقة هذه فوق الفم وأسفل الخدين ما بين الخدين والفكين، تقوم بالضغط، توجد هناك عضلات عندما تضغط عليها تعطيك شعور بالاسترخاء. لاحظوا طريقة السحب للأعلى على هذه الشرايين التي أخبركم عنها، عندما تقوم بالسحب الأعلى تعطيك شعور بالراحة. أنتوا جربوا حركة حركة وسووها. وأيضا توجد شرايين شعيرات دموية في الأذن، الضغط عليها وفردها يعطي شعور بالراحة.